يلعب ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ نشأته الأولى دورا هاما في المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه وحسن إدارته. ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي نجح في تسليم تقريره السنوي 19 للسنة المهنية 2021-2022 يواصل تنفيذ مهمة الرقابة على أموال الدولة والأداء عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات في سبيل حماية الصالح العام للوطن والمواطن. في 3 يوليو لعام 2002 صدر مرسوم بقانون نصت المادة الأولى منه على أن ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وهو ديوان الرقابة المالية والإدارية، ليبدأ بعدها الديوان في شهر أكتوبر من العام 2002 مهمة الرقابة على أموال الدولة ومؤسساتها، وذلك للتأكد من سلامية ومشروعية استخدام تلك الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابية على الأداء. وتعزيزا لدوره الهام في المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه، سلم الديوان تقريره السنوي 19 للسنة المهنية 2021-2022 في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية في الإعداد والتحري لكل ما نص عليه التقرير، وذلك حماية للمصلحة العامة. ويتمتع ديوان الرقابة المالية والإدارية بصلاحيات كاملة للقيام بمهام الرقابة بجميع أنواعها عن طريق فحص ومراجعة الحسابات الختامية للدولة وللجهات المشمولة برقابته ورقابة الأداء وفقاً لمبادئ الفعالية والاقتصاد ورقابة الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها لتحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكافة الموارد لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.